مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. نحن متواجدين في مأوى سيارات الأجرة اللواج بالمهدية. يقولوا مأوى أو محطة، الولاية ما عندهاش محطة. جينا باش نسألوا المهنيين وأصحاب القطاع وسواق سيارات الأجرة، لقيناهم بدورهم يشكيوا، قالوا اللي المأوى هذا هو أحسن حال من أنهم يقعدوا في الخلية وفي العراء وما ثماش شنو يحميهم. المأوى هذا على ذيقه وعدم قدرته على استيعاب الأسطول الكبير متاع النقل، يقعد ديما خير وأحسن مكان يحمي سياراتهم. لكن أيضا سمعنا شكواهم بخصوص النقل الموازي أو الفلاجة بين قوسين. تحبوا تعرفوا الحكاية كاملة، تابعونا في التقرير التالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلامة فتحي بن سلامة، عضو في النقابة الجهوية بالمهدية. بالنسبة لنا احنا هنا في المهدية ما عندناش حتى محطة، صولة الكل ساكتة، السيارات في الشارع من غادي من هنا، ناس تعبي بحث السكة من غادي، فوضى كبيرة ياسر. مأوى يستخلص على الركاب 100 فرنك زايدة في كل تيكي من غير حتى موجب قانوني، يعامل به جاره كيما يحب هو. حاجة أخرى، فما شكاية في الإدارة الجهوية للتجارة، كتبوا له المحضر والمحضر فيه ممكن 30 مليون خطية تدخل الحاكم، قلت هو ما تعدى حتى شيء، عنده قرابة العام المحضر، رقدوه، السلطة الكل معاه، السلطة الكل مساكت عليه، البلدية تزين له من هنا وتعمل له في تراز باش يحط في الكراهب، المفروض شنو هذا؟ باش نوضحوا للسادة المشاهدين، صاحب المأوى. صاحب المأوى. المحطة هذه يا سيدي بن سيدك حالتها تعبة برشا. والله ساعات كي معناها تلقاش حتى وين تدور، مش في وسطها بالضبط تلقاش وين تدور، وصف وزيد هكا معناها الكراب الحمر تدخلك من هكا، معناها ماهيش منظمه بالكل. تشوف الكراب الحمر البرة كراب زرق عادي جدا، معناها ديما معبيه ديما. وقت اللي جات المحطه هذه الرواجات كانوا شويه، تو اللواجات كثروا ولاو اكثر من المحطه هذه. صحيت والمحطه كثر فيهم الكل البرة وغاديكيه مشات لهم بعد السكه. لبي والي عطا شو اسمه ترخيص لوزارة نقل حتى شيء، قالك شدوا به يديكم يا حي من عشرة تلقوا فضاء البلدية بتاع المهدية الفضاء اللي نحطوا عليه يقول لك لا لا. علاش؟ خاطر كلهم المهدوية هنا نساء في بعض، مغيرش هذا مغيرش هذا، الميات اللي قصوا فيهم من الركاب والخمسينات والكل غير قانوني. ولاية كبيرة معناها معروفة في المهدية ما فيهاش محط واضح، وكل مره يصبر يخرجنا الواجهات كله يهبط صاحب المأوى معناها. هاني باش نعملها شنو هو باش يعملها صاله تاع فرح، كانت ب 700 فرنك رجعها بدينار، رجعها ب 1500، تواليت ما عندناش. النهارين هذوما ما ممكنش يحكي معاه باش يعطوه رخصه ولا شنو، مشي حصل لنا التواليتات، بيت اصلاح ما عندناش. اش تحكي انت؟ عامل لنا زيقوات في السخانه الواحد متعذب. الكراهب البرة مطيشه، معناها دخلت فيك كهرباء ما عندكش حتى شيء باش يحميك. حتى انتظار لكم والمسافرين ما ثماش معاه. شنو؟ لا ثم نظام للمسافرين لحتى حكايه القيشي تو رجعها، شنو مشكلته؟ استحايل على 100 فرنك الفوق واللوت، معناها عامل لنا تيكيات قص باش تزيد 100 ليه ولا 100 ليه. كيفاش انت تقوم معناها بالكراء نتاعها ولا كيفاش تستخلص معلوم الدخول للباركينج نتاعك؟ كيفاش؟ يقصوا معناها لا اله محمد رسول الله، معناها محط الواجهات يقصوا تيكيات، معناها اشغالهم مراقله، يقصوا ارواحهم تيكيات، امورهم مراقله، كل شيء مراقل. اي هم يطالبوا محط، يحبوا تولي محطه، يقول لك اللي فما مماطله من الولايه ما قاوش بلاصه كبيره باش. واش الرخصه ما باتش يعطيوها، فهمني؟ كنظافتها كل شيء مراقل، كخدمتها مراقله، كل شيء مراقل. يطالبوا محطه، يحبوا تولي محطه، يقول لك اللي فما مماطله من الولايه ما قاوش بلاصه كبيره باش. واش الرخصه ما باتش يعطيوها؟ مشيت المرور قداش من مره، مشيت الولايه قداش من مره، ما فماش حل. هي مش مدرجه كمحطه تو، هذا مجرد مأوى هك حسب ما فهمت. تو ما زلت مأوى. انا كنت طالبنا فهمنا لا في رخصه. هو كحل وقتي تو موجود، لكن هم يطالبوا على الحل دائم باش يحميهم هما ويحمي المسافر في ان واحد، حتى المسافرين زاد ما فماش بلاصه فين يستناو. شنو بلاصه؟ لا موجود. كل شيء موجود، لكن الرخصه ما على الكراهب مثلا البر فهمنا لا نتاع الشاب وقصور الساف فهمنا لا شادين السكه ما غاديك، وين الكوليبر ما غاديك فهمني. مشينا المرور، مشينا معنا ما خلينا وين مشينا فهمني. خويا الناس جرات صداعيات فهمني، ما عندناش حتى مشكل، احنا ما عندناش مشكل تو في المحطه. شنو ما عندناش حتى مشكل؟ كراهب تجي مرقلين، انا حاطين حتى غادي منظمين، امورنا قدرتنا واضحه. مش نلقاو
خير من كاي حتى نتاع فما نتاع النقل النقابه مش لاهي لا يحب تشوف بلاصه في شيبه ولا وين. معناها احنا امورنا مزمره وزيد معناها مش حاولونا في بلايص بعيده ما تجيب لنا مع جينا راكب والناس مزمره عليها مش يخدك تاكسي هو مش يروح لقصور ساف ب 800 ولا 700 فرنك وزيد يخدك تاكسي ب 800 كل كان يخير روح على رجلي وما عجمش على الواجن اكثر من اشتر الكراهه بالبره. وانتم ما تسموا جيتوا في ساعه سعيده مازالوا كي كيسوا الكياسه ومازال جديد كانت تراب وحفر وسخ وحاله لا يورث لها بحيث ما انا السيد الوالي ساكت الناس كل ساكته ما تم حتى حد شكون قاعد يتكلم علينا ولا يرانا لا وزير النقل لا حتى حد قاعد يتكلم علينا. شنو مطالبكم؟ مطالبنا ما حتى لازمنا ما حتى ترفع الكراهه يطبقوا القانون حتى تو يجي قانون من النقابه الوطنيه وين مش طبقوه في باركينج حتى بيرو للنقابه ما عندناش الكل في الشارع اللي تجي تكلموا تجي حتى مش تعمل حاجه تطبق قانون ولا حاجه معناتها الخواص يقول لك اخرج عليا حتى الخدامه نتاعو يقول لك انا مش نخدم عندك نخدم عند فلان معناتها ما ثم حتى شيء الدنيا كله مسيبه المي مسيبه على البطيخه